مشوارنا معك وانا على هواء البانوراما مع شيف ليلى فتح الله. شيف ليلى، ما رح نتركك تروحي لانه قبل ما تخبرينا عن شهر رمضان، شهر رمضان شرف على بدايته، شو نصايحك للسيدات من هلا؟ اوكي، نجاح السفره او نجاح، مش هي نجاح، ما بعرف كيف بقولها، رياحتك بالتحضير، يعني يكون عندك اشياء محضره، مثلا تعملي السمبوسك حطيهم بالفريزر، تفرمي كزبره تحطيها بالفريزر. بيسالوني كيف، بقول لهم الكزبره غسلوها، فردوها لتنشف، قطعوها بالكيس الزبلوك بالفريزر، بتشيلي على الطبخه هي وعم تغلي جاهزه. توم طحنيه مع زيت وملح، حطيه بعلبه بالفريزر. يعني الوحده قد ما بتقدر تسهل على حالها، اعملي سوب على يومين، خليكي تكوني مرتاحه. وهلا النهار اصلا كتير طويل. صحيح. كتير طويل النهار، يعني 7:30 لسبعة لثمانية، صح. ف بيقطع قد ايه بنقول رمضان وتحضيرات رمضان، بعلمك اجى الشهر بعلمك راح. يعني تحضيرات كل شيء فيك تحطيه بالفريزر، افضل الواحد يبلش من هلا برايك؟ صح. أكيد. بلاس اكيد الاشياء الصغيره يلي بتاخذ وقت. مزبوط. بس ممكن يحفظها الواحد بالفريزر. ويحضروني على الانستغرام كل يوم، انا بنزل لهم وصفه، عندهم منيو كل يوم. اي ساعه بتنزلي لهم؟ بيلحقوا البوست بينزل كل يوم، بيبقى الصبح يعني بيلحقوا. اي بحطهم الظهر انا. أوكي. على 11 يعني قبل بنهار ليكونوا يعني. فاقوا ما ليفيقوا فليفيقوا من النوم، بحطوا 8 وهن نايمين ما بقعدوا بشوفوه، بحطوا 11 12. لكن سبايا وشباب اللي عم بتابعونا وبتحبوا الطبخ، 11 12 ما قلكن الا البوست على صفحه شيف ليلى. هلا اكيد بنرجع بنقلكم كيف السبيلنج تبع الانستغرام الخاص بشيف ليلى. انا حطيته بالعربي حتى العالم ما يضيعوا. ليلى فتح الله، اكتبوا ليلى فتح الله وبتلاقوها الساعه 11. اول ما بتفيقوا الساعه 11 حطوا الموبايل وشوفوا شو الطبخه وبلشوا كده على السوبر ماركت. شيف ليلى، اذا بدنا نعمل هيك على يومين ثلاثه مثلا سفره رمضان، شو الاشياء دي ممكن تعمليها اول ثاني ثالث يوم هيك، نعطيهم شويه نصايح كمان اشياء عملية. كيف الاكل الطين يومين شو ثلاثة. لا شو مثلا انا بدي اقول لك بكره بدي اعمل سفره شهر رمضان، اتصلت فيك، شو الخيارات اللي بتعطيني اياها؟ هلا شوفي، هو تنظيم السفره اهم شيء، يعني يكون عندك شوربه اكيد. أوكي. سلطه. أوكي. ويكون عندك نوع رز، نوع من الخضار. يعني اذا عملتي مثلا نحن لما يكون هيدي التركيبه الشهيره تاعتنا، شوربه الدجاج بشعيريه مع فتوش مع رز بلحم مع دجاج وملوخيه، لان بيلبقوا لبعض. صحيح. شو عملتي هون انت سلقتي دجاج مره واحده، اخذتي منه للشوربه، اخذتي منه للملوخيه، واخذتي منه للرز بلحم. مي تل... في ناس ما بتستخدم مي الدجاج هيدي، ما طيبه بالطعم. في ناس قالك هلسي، فلازم ليه مي الدجاج كتير هلسي. اسألك اذا شلت الجلده عنها قبل ما تسلقيها. في اسالك في الواحد ياكل وياخذ راحته شوي ويضل مرتاحه وضعه بالوزن اذا بيعمل حركه، اذا بيعمل رياضه اكيد. اكيد فيك تاكلي شو ما بدك اذا بتعملي رياضه. طيب شيف ليلى، انت كيف فيك تعملي بالانسينج يعني كل النهار انه طبخ واكل غير شكل؟ بس انا ناصحه مني ضعيفه، هلا ما بيأثر هلا انا ليكي هلا شوفي انا حتى ما احلف وكون عم كذب، انا مرات كتير بينعمل اشياء بالبيت حلو او اشياء هيك مبدوقه، اذا مجربه ريسيبي جديده ممكن اكل منها لاستطعم لاشبع منها، ريسيبي تاني مره باكل منها لقمه. شايف في ناس بتقول اللي بيطبخ ما بيحب ياكل اكلاته. هلا يعني مش كل الناس، في ناس ما بتحب. مش كل الناس، انا بحب اكلاتي كثير كثير يستقولي ما اطيبهم بحبهم كثير. في ناس بتقول لك اذا فت على المطبخ يمكن هن ما بيحبوا الطبخ وطبخت. لما بتكوني عم تطبخي مثلا مثل عزايم، انا شوفي انا برمضان ما بجوع ابدا الحمد لله، ما بجوع يعني باكل بس تاكسر صيامي. ما هو لما تعودي حالك على قله الاكل ما بتعود بتطلب نفسك، مشان هيك بيقولوا لك اللي بيستفيد من رمضان انه يصوم وياكل خفيف او صحي او عيارات معينه، يعني مش تسكبي جاط رز وتقعدي تاكلي، سكبي بكاسة رز وحطي حدة خضرة وشوربة وشبعي منه، نشربي مي لأن بتعوزي سوائل، بتضعفي. أنا كل رمضان بضعف، برجع بعد رمضان بترجعي بتعوديهم. لا بجرب قد ما فيي انتبه، بس طب ما شغلي كله بالاكل شو بعمل؟ ما هي هي بعدين انا لاني فاشينيستا ولاني موديل ولاني عايشه حياتي خلص مرتاحه مع حالك، هيدا اهم شيء. كثير متصالحه مع نفسي وكثير الحمد لله. شو نصيحتك بهيدا المجال للسيدات؟ انه يحبوا حالهم، حبي حالك، حب جسمك بحبك، بدك انت تحبيه باك، يعني كوني متصالحه مع نفسك، شوفي حالك انت حلوه، العالم كلهم بيشوفوكي حلوه. انت على الانستغرام بتشوفي هالصبايا البرفكشنست، يعني ما بيعني لي ما بيعني لي ليه يعني ما انه انا اصلا انا نحن عندنا بالعيله وراثي كلنا ضخمين، يعني كتافنا عراض، ايدينا طوال، يعني ما حكون مثلها
اللي وزنه 50 كيلو ما عندنا حدا بالعيله وزنه 50، ليه انا بدي اطلع وزني 50 كيلو؟ عرفتي اوقات ما بناخذ بعين الاعتبار هيدا الموضوع. صح، الوراثه بتلعب دور كتير، وبلاس انه انا شغلي كله بالاكل. هيديك ما بتاكل لانه رسمه لها جسمها، هي اذا نصحت حيوقف شغلها، بس انا كل ما كنت ببينوا اكلتي طيبين مش وقف شغلي. مش معقول تكون زيرو سايز واكلتك طيبة. انه ايه هلا في كتير شافس ضعاف، بس اجان بنرجع انا برميها على الوراثة، خلص تركيها على الوراثة.